طيب نحن معانا عبر خط الهاتف الزميلة عزيزة عوض الكريم، وهي الآن من المناقل. تكلمنا عن كل المشاكل الحاصلة هناك والضرر الحاصل لكل أهلنا من جراء الفيضانات والسيول. السلام عليكم يا عزيزة. عليكم السلام، صباح الخير الزميلة أمل، وصباح الخير كل الناس اللي بتابعونا. مرحبا بك يا عزيزة، وأنت الآن في المناقل صح؟ ايوه نعم، احنا في كده قبل المعبر الاول. ايوه قبل حتى يتم العبود. ايوه في كثره في الشارع، احنا بس منتظرين عشان نسمح لنا انه يعني الشارع يكون امن، القافله تمشي لنا هناك، لكن الوضع صعب جدا يا امل. بس اوصفي لنا، اوصفي لنا يا عزيزه، انتوا لحد الان ما قادرين تدخلوا يعني لحد الان؟ لا 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 خالص، يعني خالص ما قدرنا نخش المنطقه اصلا، الناس المتاثرين القرى البعيده. ايوه هي القرى القريبه للشارع وضعها افضل، لكن برضه الوضع سيء في كل القرى. الشارع فيه كثرتين، يعني الكثره دي يعني الشارع مكسور مقفول. ايوه يعني الزلط ما في، يعني في مشينا مسافه بعيده، وصلنا لحد اخر حد امس بالليل، برضه القوافل ما قفلت، فقمنا رجعنا مدني، جينا الصباح بدري، وبرضه هسه احنا واقفين عشان شفنا طريق امن عشان نقدر نسلم القوافل المستويات. طيب يا عزيزة، بما انه هناك الوضع يعني سيء وانتم حتى ما قادرين تصلوا لأهلنا المتضررين هناك في المناطق دي بحكم انه كثرة المياه وانه الطريق مقطوع، فكيف قادرين انه بتين يعني مثلا ممكن تصلوا، او كيف ممكن تصلوا لهم وتوصلوا لهم القافلة المحملة بالمؤن وبالخيام وبالكل ما يحتاجوه، حتى تشرفوا عليهم وتشوفوا حالتهم الصحية والنفسية عموما، يعني لأنه صراحة الضرر كبير جدا زي ما انتوا بتنقلوا الآن. عزيزة فقدنا؟ طيب شكلنا فقدنا الاتصال والتواصل، حتى اعتقد انه الشبكة ذاتها سيئة يعني على ما اعتقد هناك. فعموما ارجعوا وصلونا ثاني مرة بعزيزة والفريق المصاحب لهم ايضا موجودين هناك. يا عزيزة الو، انا ما سامعة صراحة. طيب اوصفي لنا، فلازم اسمع لانه صراحة يكون في، ايوه عزيزة لازم اسمعها عشان اعرف اعكس يعني من خلالها. طيب رجعونا مره ثانيه بعزيزه عشان نقدر نسمعها وتعكس لنا كيف الاوضاع عموما من خلال ما سمعنا منها بانه هناك الطريق مكسور. يا جماعه تخيلوا الوضع الحاصل هناك، الطريق مكسور ومقطوع تماما، وما قادرين حتى انهم هم يعدوا ولا يصلوا، واقفين من امبارح هم يتحركوا عشان يصلوا ما قادرين، والليله برضو لحد تاريخ اللحظه هم ما قادرين. عموما يعني صراحه المشهد شكله خطير جدا هناك، وشكلهم هم مقفولين. فنامل اذا كانت الدوله او الحكومه تتدخل بانه تحملهم بطيارات، لانه صراحه عبر الارض او صعب شكله، الا جوا يعني، الا نقلهم جوا، لانه الدخول لمناطق زي دي، ولاحظوا انه البيوت بتكون هدمت وفي ايضا ابار فتحت. فصراحه خطر بالنسبه لكل شخص انه هو يكون متواجد هناك، وحتى الناس اللي بتجي عشان تقديم الدعم والمسانده. طيب صوت نداء لكل الجهات الحكوميه للمسؤولين، يا جماعه تحركوا نحو اهالينا ديل جوا وانقلوهم، طلعوهم من المناطق المتضرره دي. يا عزيزة مرحبا بك من جديد. اهلا زميلة امل، كيف يبدو انه الشبكة سيئة برضه هناك خالص، لكن حنحاول بقدر الامكان ان نوصل الحاسة بعد الصورة للمشاهدين لكل الناس اللي بتابع الوضع في المناقل. نعم، نحن كمان دايرين يعني عموما نعرف تفاصيل اكثر منك، بما انكم انتم تحركتوا من امبارح وما قادرين تصلوا لهم والطريق مقطوع. طيب الحل شنو يعني عشان تقدروا تصلوا لهم؟ يلا ممكن تتوصل المواد الغذائيه والخيم والناموسيات والادويه، دي ده محتوى القافله اصلا. طيب لكن شنو بعض العربات اللي رافقت القافله، يعني ما بالدفارات، لان الدفارات تجيب في اقصى نقطه
بس مخباها او في وشارع امام، بعد كده فجأة تتنقي يدوي ما في حد ثاني. والله دي مشكلة كبيرة شديد. ايوه الا بس طبعا هو كان الحل الامثل الطيران، لكن بس ما توفرت الوسيله دي، فاحنا هسه اتحركنا بعد ما اتحركنا مستشفيين يعني على المناطق المتاثره هسه حاليا في المملكه العربيه. طيب ممكن توصفي لنا، انا على ما اعتقد في 50 قريه مسحت تماما. في قرى كثيره مسحت يعني تماما، والمشكله انه الاهالي هم قاعدين في كله يعني كل اهل القريه في جوار قريتهم، يعني ما عايزين حتى هم يفارقوا بيوتهم اللي ممسوحه تماما على قولك، بس هم يعني ما طلعوا برا المنطقه. طيب ده ما خطر بالنسبه لحياتهم؟ مضطرين يقعدوا في مناطقهم يعني في بيوتهم. طيب ده ما خطر بالنسبه لهم، لانه على ما اعتقد في ابار فتحت ودي مساله خطيره جدا عليهم. ايوه فيها منطقه عبود ديلا كلهم قاعدين في المدرسه، المدرسه شويه وضعها افضل ووضع سيء، لكن هم افضل طبعا من البيوت وامن، كلهم قاعدين مع بعض في المدرسه اللي هي منطقه عبود. اللي هي في الكسره ذات الثانيه نحن يعني بعديها ما صعب الوصول. لكن الوضع صعب جدا، محتاج انه سريع الناس تقوم تمشي، كل الطيران، كل الجهات الرسميه، كل الجهات الشعبيه والمنظمات يهدوا. حسب الدكتور اشرف الكاردينال في قافله مشت لنهر النيل كمان برضو في نفس الوقت امس. ايوه فانا فاكر انه شويه الوضع هناك افضل وقدروا يوصلوا، لكن نحن لسه ما قدرنا لحد الان نوصل المواد. الليله دي لكن يعني حنصير نحاول بقدر الامكان انه تصل لكل المستفيدين ان شاء الله يعني. والله انتوا كمان اعملوا حسابكم، لانه صراحه يعني شكلها الحجم الكارثه كبيره جدا، يعني حجمها كبير جدا يعني، ومشكله على ارواح وفقد الارواح يعني، ولسه الامطار ما معروفه يمكن تهطل في اي لحظه. نعم فعلا امس كمان هطلت امطار لكن بكميه بسيطه، كنا متخوفين كمان لانه القوافل كانت بايته في الشارع جنب الكسره ذاتها، الكسره اللي هو الشارع المكسور ده، لكن الحمد لله اتحركوا الصباح بدري، و حنتابع معاكم طبعا، هجيكم صوره وصوت الوضع هناك. طيب يا عزيزه ممكن انت برضه تناشدي يعني الحكومه، وانا عبرك خلال المساحه دي الثلاث ساعات هحاول انه يعني مناشده للحكومه بان هي تتدخل تجليهم بالطيران، يعني لانه صراحه الدخول لهم صعب. نعم انا افتكر هم لو طلعوا لبرا على الاقل الخيام اللي جاء دكتور اشرف الكاردينال ممكن تتعامل في مكان جاف ومكان مرتفع، بعد ما تنحسر المياه هم يرجعوا لمناطقهم ثاني. هم طبعا محافظين جدا على ممتلكاتهم، على اراضيهم، على بيوتهم، وده من حقهم طبعا، او الانتماء ذاته للمكان. صح فعلا، فبس لحد ما تنحسر المياه هم يرجعوا ثاني لمناطقهم، ويقدروا المساعدات تطلب يعني عشان بكل سهوله ويسر. عموما ان شاء الله تقدروا تصلوا ليهم، وان شاء الله يعني ما يكون حجم الضرر اكثر من كده، وما نفقد اي روح، لانه عموما فقدنا تقريبا 80 يعني لحد اللحظه يعني جراء الفيضانات والسيول. ان شاء الله يا امل ان شاء الله، ودعواتكم وهي دعوه لكل الجهات الرسميه والشعبيه انه يجوا يوصلوا يشوفوا الوضع كيف، يكتسوا الناس عشان يقدروا يقدموا المساعدات المطلوبه من الاهالي هنا. والله الوضع صعب حقيقي، الوضع صعب كارثي يعني، وما بعد الخريف دي كمان الكارثه الاكبر، الامراض والملاريات والالتهابات والاسهالات المائيه، فلازم الناس تعمل لقدام كمان. صح. يمكن اكمن برضو يعني من الاشياء اللي حابين نسالك عنها، يعني حتى بالاضافه للدعم الحاصل اللي هو المواد التموينيه والخيام المقدمه من خلال القوافل دي، ايضا في دعم مادي اللي هو للعلاجات، صح؟ نعم. ما بعد الخريف. نعم. ال 5 مليار ده هم اشتروا العلاجات وحيوصلوها مع القافله ذاتها يعني. ايوه. احنا معاهم. تمام. طيب الاطفال يعني الوضع كيف هناك، بما انك انت لسه ما وصلتي، لكن برضه يعني تطمينا. فينا احنا وصلنا لاقصى نقطه يعني، في حتى يعني لقينا ناس لكن ما متضررين بالضرر بتاع القرى الجوا، ما زي الناس جوا. انتوا لسه ما مشيتوا لحجم الضرر الاكبر. ايوه
لكن هو لان برضه هم في الاطراف من الكسر الثاني هم كمان متضررين. ما وصلوا مرحلة انه يكون في امراض والحمد لله ما ان شاء الله ما يوصلوا في اصابات طبعا من ضغوط الحوائط والبيوت عليهم وحتى المويه نفسها وحالات التهابيه وكذا. ولكن انا بقول انه الكارثه يا دار حتبدا بعد اسبوعين من للاسف الفيضان ده اللي حصل لهم. هم طيب نفسيا اللي انتم قابلتوهم الان وقدرتوا تصلوا ليهم نفسيا كيف حالتهم النفسيه؟ الصدمة بعدين لأنه في وفيات في ناس فقدوا صح ناس من أسرهم وبعدين فقدان المأوى والأمان ما كان في بيته بقى يعني بيسترش الأرض والتحف السماء فدي بالنسبة يعني بالنسبة في البيت لو طلعت منه يوم واحد أنت بتكوني فعلا كان أصل البيت عشان أرتاح يعني حتى هم الراحة السرير ما في الأمان ما في والامطار كمان يعني حتى لو ما صبت بشيء يعني بسيط الحشرات بالنسبه للاطفال كمان يعني محتاجين حتى الاختصاصيين النفسيين يبدوا لانه دورهم حيجي هذا يعتبر من الكوارث ومنها في يعملوا قوافل يعني للدعم النفسي. نعم. وطيب لحد ما انتوا وصلتوا لهم الان واشرفتوا عليهم ثم فقدوا المأوى تماما صح؟ فقدوا نعم. بيوتهم. نعم. كل القرى اللي هذه الحته اللي احنا وصلنا لها هم ما في يعني ما في منازل خالص قاعدين بس في مدارس في مدرسه دي قاعدين في المدرسه دي قريه كامله قريه كامله هم قاعدين في المدرسه والله ان شاء الله ربنا يلطف هم قاعدين هسي في المدرسه ربنا ان شاء الله يعينهم ويلطف بهم ونتمنى انه الحكومه تتدخل باجلائهم بجوا لانه صراحه الوصول للقرى الداخليه صعب جدا. نتمنى انه والله النداء العاجل وحتى للاطباء والاختصاصيين النفسيين انهم برضو يحصلوهم لانه صراحه حجم الضرر كبير جدا لكل الاسر اللي فقدت المأوى وفقدت ارواح كمان. نعم حاليا احنا في الكسره الاولى متاكدين ان الكسره الثانيه اللي هي منها والمنطقه اللي شويه صعبه يعني لكن احنا حنوصل وحنفيكم بالصوره والصوت ان شاء الله. تمام قريب يعني في الساعات القادمة إن شاء الله توصلوا على خير وتلاقوهم على خير وما يحصل لكم أي حاجة وإن شاء الله ولهم كمان ما نفقد ولا زول. التحية لك عزيزة عوض الكريم ومع كل المرافقين لها عبر شاشة قناة البلد خالد عركية وأيضا بوشكش ومرتضى. نعم الله يديك العافية تسلمي كثير يا عزيزة وإن شاء الله طمنونا عليكم واعكسوا لنا الصورة أول بأول إن شاء الله. نعم معاكم إن شاء الله تأخر على اليوم حنوريكم بكل الأخبار أول بأول إن شاء الله. ربنا يسهل طريقكم وربنا يلطف بهم إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا حمد. شكرا الله يديك العافية. يمكن يعني صراحة حجم الضرر اللي وصفته لنا عزيزة صعب جدا يعني نفسيا لاحظوا إنها أسر فقدت المأوى فقدت الممتلكات فقدت الأرواح فقدت محل ما إنهم هم كانوا بيحسوا بالأمان. الباب اللي بتقفل عليهم الآن ما في البيت اللي ممكن أنت تكون عايش فيه سنين طويلة جدا ما في. في لحظة من اللحظات سبحان الله بتفقد كل حاجة بتلقى نفسك إنك أنت بس بنفسك. دي الناس اللي إنها هي طلعت وفي ناس للأسف فقدت أرواح يعني لاحظوا حجم الضرر كبير جدا. الناس دي عشان تاني تكون انها هي مطمئنه ومرتاحه وترجع لوضعها الطبيعي دايره زمن كبير جدا. فيبقى دور الحكومه لازم انها هي تجلي الناس المتضررين ديل الناس اللي ما قادرين يخشوا لهم يعني لانه الطريق مقطوع. طيب الوصول لهم كيف؟ صعب جدا مع كثره المياه مع ممكن تجرفك السيول دي تشيلك عديل السيل ده بيشيل مش بيوت بيشيل اي حاجه بتتخيلوها يعني المساله دي صعبه جدا والمساله دي خطيره. نامل بانه التدخل يكون فوري وعاجل جدا لاجلاء الارواح دي لانه ما نف كده